يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند، أولى حلقات هذا البرنامج بعد شهر رمضان الكريم وبعد عيد الفطر المبارك. كل سنة وحضراتكم دايما بخير وصحة وسلامة، بالتالي عندنا حلقات متتالية غاية في الأهمية، خصوصا في ظل هذه الفترة الهامة والحساسة جدا بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم تحديدا بالنادي الأهلي، في إطار المنافسة القوية جدا جدا اللي موجودة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكلام هيكون كتير قوي قوي بالتحديد في الجانب ده على مدار فقرات الحلقة المختلفة. لكن مهم قوي كمان بخلاف الأخبار العالمية والمحلية اللي هتكون معانا كما هو المعتاد، زي ما عرفكم أكيد فاكرين قبل شهر رمضان الكريم حلقات كانت كتير فيها أخبار كتيرة وفقرات مختلفة، لكن مهم قوي أيضا تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة، أو السؤال بيتعلق بمباراة اليوم الهامة جدا والمصيرية للغاية، هي مباراة الأهلي ووفاق الصيف في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبالتحديد مباراة الذهاب اللي هتكون على استاد الأهلي والسلام. توقعات حضراتكم للماتش النهاردة، النتيجة هتكون كام، ومين يسجل الأهداف بالنسبة للنادي الأهلي بإذن الله تعالى، وكمان هيكون عندنا كواليس كتير هنتكلم فيها، وهناخد أكيد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من الحلقة زي ما حضراتكم متعودين دايما. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف في ترند الأهلي الليلة. الأهلي يواجه وفاق الصيف في نصف نهائي دوري الأبطال، بالتوفيق إن شاء الله. وكمان الكابتن محمود الخطيب يستقبل سفير مصر بالجزائر. وأخيرا زادت عدد الجماهير في الدور الثاني بالدوري. طيب قبل ما نتكلم في الأهم النهاردة وهي كواليس ما قبل مباراة اليوم، عندنا كواليس كتير جدا ولقطات مهمة جدا من معسكر الفريق ومقر إقامة النادي الأهلي قبل مباراة اليوم اللي هتكون في تمام الساعة 9 مساء، لكن خليني أقول لحضراتكم أهم وأبرز المباريات في مختلف البطولات. بالتحديد خلينا نبتدي ببطولة مهمة قوي بالنسبة لنا كأهلاوية، وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا. النهاردة كانت المواجهة الثانية في دور نصف النهائي اللي هي مواجهة بيترو أتلتيكو والوداد، وكانت مباراة الذهاب بالتحديد في أنجولا. الوداد حسم التأهل للمباراة النهائية، حسم خلاص التأهل للمباراة النهائية بفوزه خارج ملعبه بنتيجة 3-1، نتيجة كبيرة تطمن جماهير الوداد، وخلاص يعني خلينا نقول إيه، بما إن الكرة يعني ما تقدرش تتوقع أو تجزم بنتيجة ما أو بتأهل فريق ما، لكن بنسبة 99% بدون مبالغة الوداد هو أول طرف في نهائي دوري أبطال أفريقيا. الناس راحوا اشتغلوا حسموا الأمور هناك بدري، فمباراة الإياب بالنسبة لهم هتكون مريحة جدا. فدي كانت النتيجة بتاعة مباراة الذهاب في أنجولا، فبالتالي الوداد قاب قوسين أو أدنى من التأهل للمباراة النهائية إن لم يكن تأهل يعني. المباراة الثانية هتكون مباراة الأهلي وفاق الصيف، مهمة قوي إن شاء الله إن احنا نكون مركزين. المباراة طبعا الساعة 9 زي ما حضراتكم عارفين، نبقى مركزين، تواجد الجمهور مهم، الدعم والمساندة أيا كانت الظروف أيا كانت الآراء أيا كان كل المعطيات بتقول إيه، لكن مهم قوي إن احنا نكون مركزين في الماتش ده، ومهم قوي إن احنا إن شاء الله نعمل نتيجة مريحة قبل مباراة الإياب. حتى لو مش مريحة برضه احنا ورا الفرقة مساندين داعمين، زي ما شفنا كده ماتشين بتوع الرجاء كانت النتيجة هنا مش مريحة والمعطيات كلها غير يعني مبشرة، كسبنا 2-1 بس، رحنا هناك قدرنا إن احنا ناخد بطاقة التأهل ونتأهل لنصف النهائي. فبالتالي المباراة النهاردة مهمة جدا، لسه عندنا عليها كلام كتير قوي 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 على مدار فقرات الحلقة. ده فيما يتعلق بمباراتي اليوم في دوري أبطال أفريقيا. خلينا نروح للدوري الإنجليزي. النهاردة في عدد من المباريات مع اقتراب انتهاء هذه المنافسة المثيرة جدا في الحقيقة. فالنهاردة تشيلسي بيلعب في هذه اللحظات، المباريات كلها ابتدت الساعة 4، تشيلسي مع ويلفرهامبتون، مباراة مهمة قوي لتشيلسي تحت أنظار الملاك الجدد لهذا النادي بعد رحيل إبراموفيتش وكل الكواليس اللي حضراتكم عارفينها. فبالتالي التعادل الشوط الأول في ستانفورد بريدج خلص بالتعادل السلبي بدون أهداف، ومباراة مهمة لتشيلسي لأن أرسنال وتوتنهام قريبين، وهنا بنتكلم على ايه، المنافسه على المراكز الثالث والرابع تحديدا، لان خلاص مانشستر سيتي وليفربول حسموا الاول والثاني، يبقى ان في امال ليفربول ان هم ياخدوا الدوري، لكن هنشوف الامور هتمشي ازاي. فهي مباراه مهمه لتشيلسي بكل تاكيد.
كريستال بالاس متقدم على واتفورد بهدف مقابل لا شيء في الشوط الاول، والشوط الثاني بيبتدي في هذه اللحظات وانا بتكلم معاكم. بيرنلي خسران على ملعبه في اطار المنافسه على البقاء في بطوله الدوري الانجليزي من استون فيلا بنتيجه 2-0، بتصعب الامور شويه على بيرنلي النتيجه دي. وايضا مباراه ابتدت في نفس التوقيت بمباراه برينتفورد مع ساوثامبتون، برينتفورد متقدم بنتيجه 2-0. ايضا لسه في ماتشين كمان النهارده في الدوري الانجليزي، برايتون مع مانشستر يونايتد على ملعب برايتون الساعه 6:30، مباراه مهمه لمانشستر يونايتد بكل تاكيد. والمباراه الاهم في الدوري الانجليزي النهارده هي مباراه ليفربول مع توتنهام الساعه 9:15. نتمنى كل التوفيق ليفربول طبعا عشان نجمنا المصري محمد صلاح والمنافسه مع مانشستر سيتي على الدوري الانجليزي، والفارق نقطه قبل مباراه اليوم بالنسبه لليفربول. طيب الدوري الاسباني النهارده في حوالي 5 ماتشات كده، ريال مايوركا خسر خلاص من غرناطه على ملعبه بنتيجه 6-2، اتلتيك بلباو بيلعب في هذه اللحظات مع فالنسيا التعادل السلبي بدون اهداف. الساعه 6:30 في ماتشين، سيلتا فيجو مع ديبورتيفو الافيز وكاديش مع اليتشي، والساعه 9 بالليل مباراه ريال بيتيس مع برشلونه. مباراة أيضا مهمة لبرشلونة عشان عايزين يوصلوا للمركز الثاني بعد ما خلاص ريال مدريد حسمت الليغا الدوري الأسباني بشكل رسمي في الجولة الماضية، وكمان وصلوا النهائي. فجماهير المرينجي اللي احنا منهم يعني مبسوطين وسعداء بشكل كبير جدا. طيب ده فيما يتعلق بأهم وأبرز المباريات النهاردة. هنروح لفاصل، بعد الفاصل كل الكواليس وكل الأخبار تتعلق بفرقتنا النهاردة قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة اليوم الهامة، هتكون معانا لحظة بلحظة بلقطات مصورة وكمان من خلال أخبار واستعدادات مختلفة بالنسبة للنادي الأهلي. نتمنى له كل التوفيق في مباراة اليوم. بالتاني استنونا بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. طبعا هي مباراة مهمة جدا وصعبة جدا ومهم قوي من ان انت من خلالها تقدر انك تحقق نتيجة ايجابية مطمئنة قبل مباراة الاياب، وهي مباراة وفاق ستيف النهاردة في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا. لكن الاهم من المباراة في الحقيقة، والواحد على مدار الفترة اللي فاتت دي كلها كان بيتابع ردود الافعال فيما يتعلق بالفريق الاول لكرة القدم والنتائج اللي كانت في الدوري، بالذات الدوري المصري اخر 3 ماتشات احنا ما حققناش اي انتصار، خساره من المصري، تعادل مع الجيش، وتعادل مع سيراميكا. بالتالي جمهور الاهلي قلقان وحقه يقلق. طبعا حقه يقلق وليه كل الحق في ان هو يخاف على فرقته، مفيش اي اختلاف على الجزئيه دي خالص خالص يعني. لكن لازم نعي مدى حساسيه هذه المرحله ومدى اهميتها بالنسبه للنادي او المنظومه ككل. مهم ليه؟ لان احنا في مرحله حاسمه في بطوله دوري ابطال افريقيا، الناس بتنتقد الجهاز الفني، وناس مع الجهاز الفني، وناس تنتقد اللعيبه، وناس شايفه اللعيبه مش مقصره. الكل بيقوم بدوره والكل بيحاول يعمل كل اللي عليه علشان النتائج اللي بيتمناها جمهور النادي الاهلي تتحقق. مفيش اي حد يعني بيتوانى في بذل قصارى الجهد والتعب والعرق عشان الانجازات تستمر. بالتالي المطلوب ايه؟ عايز اقول ايه يعني؟ عايز اقول ان احنا في مرحله محتاجه مسانده ودعم. هتقول لي يا عم احنا لا، انت كل مره لازم هتقعد تقول لها مسانده ودعم. طب انا لما كنت بقول لكم مسانده ودعم انا وزملائي في القناه وفي مختلف يعني المنابر الاعلاميه الاهلاويه تحديدا يعني، كان ايه اللي بيحصل لما كنا بنقول كده؟ كانت النتائج بتيجي ايجابيه. كان الاهلي بياخد دوري ابطال افريقيا مرتين ورا بعض، كان الاهلي بياخد بطوله كاس العالم مرتين ورا بعض، كان الاهلي بياخد السوبر مرتين ورا بعض، كان الاهلي يعني الامور ماشيه كويس. ممكن الدوري هو اللي وقع مننا السنه اللي فاتت ومش هنقبل ان هو يقع تاني باذن الله، هنكسبه السنه دي. بس طبيعي قوي ان اي فرقه يحصل لها دروب تختلف او تتفق مع المدير الفني او مع اللعيبه او كلام من ده، حقك ولك كل الحريه في كده. وابدا ابدا ما بقولش لا ان احنا لازم ان انت يبقى رايك مع موسيماني او ضد موسيماني او مع فلان او ضد علان، لا خالص. كل واحد بيحب الاهلي بطريقته وكل واحد بيشجع الاهلي بطريقته، وكلنا حتى لو مختلفين في وجهات النظر كلنا بنعشق النادي الاهلي. دي الحاجه الوحيده اللي احنا مش مختلفين عليها. لكن الاهم ان احنا نكون عندنا القدر الكافي من الوعي بضروره وحتميه المسانده الى ان تظهر النتائج النهائيه. سؤال، هل الأهلي في هذا الموسم اللي ابتدى
بقاله فتره خسر اي بطوله؟ ها خسر اي بطوله؟ لا ما خسرناش اي بطوله. الاهلي خسر الدوري؟ لا. مش يعني اخر كام ماتش مش حلوين، وحشين جدا بصراحه، وحشين وحشين تمام عشان نبقى منطقيين يعني في الدوري. فبالتالي قلقانين شويه، لكن ما خسرناش الدوري. لو كسبنا كل الماتشات بتاعتنا المؤجله هنبقى الاول باذن الله تعالى، ولسه الدوري طويل. حلو، ادي رقم واحد. دوري ابطال افريقيا رغم البدايه برده ما كانتش كويسه في دور المجموعات، لكن قدرنا ان احنا نوصل ونتخطى فريق كبير جدا زي الرجاء المغربي بكل الظروف والصعوبات اللي بتخص المباراتين سواء اياب او ذهاب او كل حاجه يعني. الاهلي خرج بره دوري ابطال افريقيا؟ لا، بل بالعكس عنده مباراه قويه جدا النهارده مع فاق سطيف، وباذن الله باذن الله يقدر ان هو يتخطى هذه المرحله ويوصل للنهائي ويبقى حسابات ثانيه وكلام ثاني. الاهلي خسر اي حاجه ثانيه؟ ما خسرش اي حاجه ثانيه خالص. اذا ايه؟ ممكن ننتقد، ممكن نحط كده ايدينا على بعض النقاط اللي عايزه تتعدل وعايزه تتظبط وعايزه تتصحح عشان الموسم يكمل على خير، دون تجريح، دون هدم في الفرقه، لان مش من مصلحتنا احنا كجماهير النادي الاهلي ان احنا نهد في الفرقه سواء كجهاز فني او لعيبه. ايه اللي هنكسبه؟ لو انت فاكر ان مجلس الاداره او الناس المسؤوله عن الكوره في النادي الاهلي نايمين او مش واخدين بالهم او مش متابعين الفرقه عن كسب او مش حاطين ايديهم على كل النقاط اللي ممكن نكون احنا كلنا متفقين عليها محتاجه تتصحح، يبقى انت غلطان. لا، الناس صاحيه، الناس مركزه، عارفه النواقص، عارفه السلبيات، وعارفه ازاي تتعالج، وعارفه ازاي الامور تمشي في الطريق الصحيح اللي من خلاله ان شاء الله الاهلي يحقق مختلف الالقاب اللي بيتمناها جمهور النادي الاهلي واللي بيحلم بيها دايما. مش هنتنازل باذن الله تعالى عن دوري ابطال افريقيا باذن الله رغم صعوبه المنافسه، منافسه قويه جدا، ومش هنتنازل عن بطوله الدوري باذن الله تعالى. الاهلي قادر بكل قوه ان هو يقدر يفوز ببطوله الدوري. اذا متفقين على ايه؟ متفقين على حتميه التركيز والدعم والمسانده ونبقى في ظهر فرقتنا الى ان يجد جديد او الى ان يكون الناتج مش اللي هو احنا متوقعينه او مش اللي احنا بنرغب فيه. ساعتها نتكلم، وساعتها الناس المسؤولين في النادي هم عارفين الخطوات اللي هم هياخدوها، هم ادرى بيها مننا كلنا، هم اللي في المطبخ وهم اكيد يعرفوا صلاح النادي زي الجمهور طبعا بكل تاكيد. افكر حضراتكم سريعا بقائمه النادي الاهلي لمباراه اليوم. محمد الشناوي في حراسة المرمى هو علي لطفي ومصطفى شوبير، في خط الدفاع أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول ومحمود وحيد. في نص الملعب أحمد نبيل كوكا وحمدي فتحي وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، لويس ميكيسون وأحمد عبد القادر العائد، وعودة مهمة جدا وليد سليمان ومحمد شريف. دي قائمة النادي الأهلي لمباراة اليوم، أيا كان التشكيل إن شاء الله كله يبقى موفق في مباراة النهاردة. يعني بيجيب عن النادي الأهلي مين؟ محمد محمود وحسام حسن وصلاح محسن رؤية فنية، السولية غياب مؤثر قوي 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 بسبب الإصابة، وعبد المنعم أيضا بسبب الإصابة، وربيعة رؤية فنية. دي قائمة النادي الأهلي. أتكلم سريعا على حكام المباراة قبل ما أروح لزميلنا العزيز محمد توفيق عشان نطمن من خلاله أكتر وأكتر. حكام المباراة النهاردة بصراحة بسم الله ما شاء الله كده حاجة آخر قلق، حاجة آخر قلق، يعني عارف كوكتيل مقلق من الحكام اللي بيديروا مباراة اليوم. بداية بحكم الساحة بملك تسيمة، مساعد اول محمد عبد الله ابراهيم، مساعد ثاني عيسى يايا، لكن تعال بقى الحكم الرابع جوشوا بوندو. حلو، وحكم الفار جاني سيكا زوي. فعلامات استفهام كتير جدا على طاقم التحكيم في الحقيقه، وكلنا الاسماء بتاعت افريقيا كلنا حافظينها يعني بشكل كبير وعارفين قدرات كل حكم، وللاسف يعني مش يعني طاقم ما يطمنش قوي، لكن ان شاء الله باذن الله لعيبه الاهلي رجاله ايا كان حكم جيد مش جيد، انت في ايدك كل حاجه تقدر تحسمها باذن الله تعالى من خلال المباراتين مش مباراه واحده النهارده. طيب نروح سريعا لزميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي من مقر اقامه الفريق قبل مباراه اليوم عشان نطمن من خلاله على كل الكواليس اللي بتتعلق بالاهلي قبل هذه المباراه الهامه. يا توفيق مساء الخير. مساء الخير يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان والجمهور النادي الاهلي في كل مكان اللي بيتابعنا. اهلا بيك يا توفيق. اولا كده يعني ايه، احنا عايزين نطمن من خلالك على الجوانب المعنويه والنفسيه المتعلقه بفريق النادي الاهلي كلاعبين وكجهاز فني قبل مباراه اليوم، خصوصا بعد الدروب اللي كلنا ملاحظينه في مباريات الدوري، وعارف ومتاكد جدا ان في فارق ما بين مباريات الدوري اللي هي لسه
قدامنا كتير وبطوله لسه بدري على انها تتحسب، ومباريات خروج المغلوب في دوري ابطال افريقيا بتبقى حسابات مختلفه، لكن عايزين نطمن اللعيبه معنويا عامله ازاي، نفسيا عامله ازاي، وايضا الجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني يا توفيق. يعني في البدايه امير يمكن حاله التركيز المتواجده اليوم وشاهدناها بشكل كبير جدا في المعسكر مش بس من النهارده، لا احنا بنتكلم من يوم الثلاث تقريبا والفريق في تدريبات مستمره، تركيز تام في مباراه اليوم امام فوق سطيف، مباراه مهمه طبعا مباراه الذهاب في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا لاعيبه النادي الاهلي هم اقدر ناس يعرفوا قيمه البطوله الافريقيه، الفريق هو حامل اللقب في اخر نسختين، طبعا الدوافع كبيره جدا، انت خلاص قدام انجاز تاريخي يا امير، انت بتتكلم في 180 دقيقه يوصلوك مباراه نهائيه تحقق انجاز لم يسبقه اي نادي في افريقيا من قبل، وهو الحصول على البطوله العام الثالث على التوالي، وتبقى وصلت ل 11 بطوله، اعتقد رقم يصعب على اي فريق افريقي انه ينافسك فيه لسنوات طويله جدا. كل دوت في ذهن اللاعبين، يمكن زي ما قلت لك من يوم الثلاث تدريبات شاقه جدا في ملعب مختار التتشي كان اخرها امبارح في الخامسه مساء، يمكن كان تدريب قوي جدا، سبقه طبعا محاضره فيديو المدير الفني بيتسو موسيماني اتكلم فيها عن كل جوانب المباراه زي ما سمعناه طبعا، واتكلم في المؤتمر الصحفي قال لك انا دايما اي فريق بقابله انا والفريق المعاون بتاعي بيبقى مركزين على الجوانب الفرديه والجمعيه للفريق، وبنتكلم في كل حاجه وكل فرقه بيبقى كل تفاصيلها عندي وبحفظها للاعبين. من بعدها طبعا كانت محاضره لكابتن سعد حفيظ داخل الملعب، ومن بعدها التدريب الاخير اللي كان قوي جدا وتم تنفيذ فيه بعض الجمل التكتيكيه ان شاء الله اللي هيتم تنفيذها ان شاء الله في المباراه، وان شاء الله يوفق الجهاز الفني واللاعبين في تنفيذها يكون الفوز من حليف النادي الاهلي والتوفيق معاه النهارده. يمكن اليوم النهارده يا امير زي ما كنا بنتكلم تركيز كبير جدا، يمكن جلسات مطوله جمعت جميع اللاعبين، طبعا محمد الشناوي كابتن الفريق في جلسات مطوله مع اللاعبين بينهم وبعضهم، الجهاز الفني يمكن زي ما شايفينه طول اليوم النهارده يا امير بيعكف مع بعضه على طول، معاهم اجهزه الحاسب الالي واجهزه التابلت بيراجعوا على طول اول باول يعني كل الدراسات والتحليلات للفريق المنافس وفاق سطيف النهارده، كل الفريق مركز سواء الجهاز الفني او اللاعبين زي ما قلت لك يا امير، انت بتتكلم في 180 دقيقه 90 دقيقه النهارده و90 دقيقه ان شاء الله السبت الجاي في الجزائر، يوصلوك لحلم كبير جدا كل لعيبه النادي الاهلي مركزه فيه، انجاز كبير، الحافز كبير السنه دي يا امير، كمان انت كنت موجود في كاس العالم اخر نسختين مع الفريق، اللعيبه كمان كلها عندها اصرار وعندها عزيمه انها تكون موجوده في كاس العالم ويمثلوا النادي الاهلي في كاس العالم تاني ويروحوا الاجواء الاكثر من عالميه اللي هناك. عايز اقول لك يعني اهم ما يميز يعني المعسكر هو الجلسات المطوله سواء ما بين الجهاز الفني واللاعبين او اللاعبين وانفسهم، يمكن اللاعبين الكبار محمد الشناوي ووليد سليمان بيقعدوا دايما مع اللاعبين، ايمن اشرف بيتكلموا بيحفزوا اللاعبين مركزين جدا، كمان يمكن عمرو السوليه زي ما انت قلت يعني غياب مؤثر وغياب خساره كبيره النهارده عدم وجوده، كان عمرو السوليه كان حريص النهارده انه يكون موجود، جه النهارده يؤازر زملائه يمكن تناول معاهم وجبه الغداء وكان حريص جدا انه يكون جنب زملائه في مباراه كبيره زي النهارده، زي ما قلت لك هو واحد زي ما بنقول من اللاعبين الكبار وكباتن الفريق كان موجود النهارده وكان حريص. علي معلول كل اللاعبين يا امير في حاله اكثر من رائعه وفي حاله اكثر من جيده وتركيز كبير جدا، خاصه زي ما قلت لك ان الحافز كبير جدا مع اقتراب يعني تحقيق الانجاز بطوله ثالثه على التوالي، اعتقد ده تارجت ويعني وهدف كل اللاعبين بيسعوا ان هم يحققوه ويوصلوا له. اكيد ده هدف مهم واسمى في الحقيقه وهيبقى رقم غير مسبوق في القاره الافريقيه تحديدا يا توفيق، لكن احمد عبد القادر احد العناصر المنضمه لقائمه النادي الاهلي وغاب الفتره اللي فاتت بسبب الاصابه، عايزين نطمن عليه بشكل اكبر، هل هو جاهز طبيا وبدنيا بنسبه 100% لهذه المباراه يا توفيق؟ يمكن يا امير في مداخله سابقه ليا معاك وكنا في رمضان وكان في مباراتين في الدوري قلت لك ان الجهاز الفني فضل اراحته طبعا يعني حافظ عليه في ماتش الجيش وماتش سيراميكا عشان يبقى موجود في مباراه النهارده، لكن موجود النهارده في قائمه المباراه ده دليل على انه طبيا وفنيا لائق جدا اللي يكون موجود في المباراه. يمكن الجهاز الفني والجهاز الطبي بالتعاون مع بعض في الفتره الاخيره هو نهج واحد ان عدم الدفع او وجود اي لاعب في قائمه المباراه غير وهو سليم 100%، لكن زي ما قلت لك هم حافظوا عليه الفتره اللي فاتت عشان يبقى موجود في مباراه كبيره النهارده. احمد عبد القادر عايز اطمنك عليه واطمن كل جماهير النادي الاهلي في حاله اكثر من رائعه سواء بدنيه او فنيه وكمان معنويه النهارده، يمكن اتكلمت معاه كده على هامش النهارده المعسكر في هنا في الفندق، يمكن حالته المعنويه كبيره جدا جميع اللاعبين، بس يمكن عاوز اقول لك يا امير اللعيبه كلها على طول بتحفز بعض، يعني تلاقي دايما اللاعبين سواء قاعدين في مجموعات او حتى قاعدين اثنين او ثلاثه مع بعض مركزين جدا بيتكلموا بيحفزوا بعض، زي ما قلت لك الحلم قرب جدا، ومع اقتراب الحلم بيبان الفرق الكبيره وبيبان الفروق التاريخيه في الملعب وخبره وعزيمه النادي الاهلي، وطبعا جمهور النادي الاهلي النهارده اللي هيزين بشكل كبير جدا جنبات استاد الاهلي والسلام، طبعا عليهم عامل كبير جدا وان شاء الله يكونوا عامل تحفيز وعامل دعم للفريق النهارده ويساهموا مع اللاعبين ان شاء الله بحماسهم وتشجيعهم للفريق ان شاء الله انه يحصد النهارده نتيجه ايجابيه تكون ان شاء الله حافز للفريق وفي مباراه العوده ان شاء الله، ويبقى زي ما قلنا امير 180 دقيقه هي مباراه واحده ولكن على شوطين، شوط في القاهره وشوط في الجزائر، ان شاء الله النادي الاهلي يوفق فيهم وان شاء الله يكون موجود في المباراه النهائيه باذن الله ان شاء الله. واهميه المباراه واضحه جدا ومعروفه بالنسبه للجميع يا توفيق وصعوبتها اكيد، بالتالي انت اتكلمت على جزئيه
قويه في الاهميه وتتعلق بعمرو سوليه، ورغم خروجه من القائمه بسبب الاصابه، وبرضه بالمناسبه عايز اطمن من خلالك على اصابه عمرو سوليه، هل هي تجددت؟ هل هو ممكن يلحق مباراه الاياب ولا لا؟ لكن في نفس الوقت قول لي الحديث كان ازاي من واحد من اللعيبه المميزه جدا المهمه والمؤثره في صفوف النادي الاهلي مع زمايله بالنسبه لعمرو السوليه واصراره على التواجد في معسكر الفريق النهارده رغم خروجه من القائمه. بص يا امير، يعني اللي بيفرق اللي بين الفرق الكبيره واللي لها تاريخ وباقي الفرق الاخرى هي اللقطات الصغيره دي او التفاصيل الصغيره دي. احنا معانا دلوقتي من قائمه المباراه للاصابه اللقطات بتاعت عمرو السوليه وهو في مقر اقامه الفريق، وانا بحب قوي دايما اللعيب اللي يبقى ايه يحس ان هو عليه مسؤوليه كبيره ويبقى قدها في الحقيقه، وهو واحد من كباتن النادي الاهلي رغم ان هو مصاب وخارج القائمه، واحنا يعتبر في عيد يعني كان ممكن الراجل يعني ما يجيش المعسكر وما كانش يبقى حريص على التواجد ومؤازره اللاعبين، لكن المسؤوليه الملقاه على عاتقه هو وزملائه اكيد هم حاسين بيها بشكل كبير، عشان كده هو متواجد وشايفين اللقطات النهارده حتى برضو زي ما احنا شايفين دلوقتي بيتكلم مع الدكتور احمد ابو عبله، اكيد في اطمئنان بشكل او باخر على الاصابه والتطورات الخاصه بالجانب والبرنامج العلاجي الخاص بيها. اتفضل يا توفيق. ده اللي كنت بقوله يا امير، الجزئيات الصغيره دي والتفاصيل الصغيره دي اللي بتفرق الفرق اللي لها تاريخ ولها اسم كبير زي النادي الاهلي، زي ما انت قلت في اجازه واللاعب ممكن يكون ما كانش موجود لكن كان حريص النهارده ولاعب من اللاعبين الكبار في الفرقه انه يكون موجود مع زمايله يأزرهم يتكلم معاهم ككابتن من كابتن الفريق. عاوز اقول لك كمان ان كل اللاعبين اللي بره التشكيل النهارده بنسبه كبيره ان شاء الله، وده اللي متاكدين منه ان هيكونوا موجودين النهارده في مدرجات استاد الاهلي والسلام، هيأزروا زملائهم من الملعب، كل اللاعبين على قلب رجل واحد. يا امير، زي اللي بيفرق في التوقيتات دي وفي الاوقات دي اللي بيفرق كبير بشكل كبير جدا هو يعني تلاحم اللاعبين في الملعب، يمكن حتى ده بان في المباراه السابقه مع الرجاء، يمكن اللاعبين بيبقى قلبهم على قلب بعض في الملعب، ما حدش بيفكر في نفسه، هو بيفكر في وحده الصف، بيفكر في تحقيق الهدف الاسمى وهو الفوز والوصول للدور التالي. اعتقد النقط دي اللي بتفرق وهي دي اللي يعني ساعدت مع جمهور النادي الاهلي العظيم في صنع تاريخ النادي الاهلي، هو ان كل اللاعبين وكل المسؤولين وكل الجهاز الفني على قلب رجل واحد لتحقيق هدف واحد هو رفعه النادي الاهلي وتحقيق نتيجه ايجابيه. يمكن من خلف يا امير دلوقتي حالا واحنا بنتكلم اللاعبين والجهاز الفني بداوا يدخلوا للقاعه المخصصه هنا في فندق الاقامه للمحاضرات، دي هتبقى المحاضره الاخيره اللي هيضع فيها مستر ميتسو موسيماني والجهاز المعاون اللمسات الاخيره زي ما بنقول واخر التعليمات وتشكيل المباراه ان شاء الله. ان شاء الله زي ما احنا قلنا اي 11 لاعب هيرتدوا تيشيرت النادي الاهلي النهارده وهيمثلوه ان شاء الله يكون التوفيق معاهم، مقدرين على حمل مسؤوليه النادي الاهلي وتحقيق الفوز واسعاد كل جماهيره، وان شاء الله لا يتبقى سوى توفيق ربنا ودعوات كل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله يكون نتيجه ايجابيه ونتيجه تساعدنا كبير جدا في الشوط الثاني في الجزائر بعد اسبوع، وباذن الله يا امير بعد اسبوع نكون متاهلين للمباراه النهائيه وعلى يعني زي ما نقول على بعد خطوه واحده ان شاء الله من تحقيق انجاز تاريخي يحسب لهذا الجيل ولكل جماهير النادي الاهلي باذن الله. توفيق، انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي من مقر اقامه الفريق قبل ساعات قليله من انطلاق مباراه اليوم الهامه امام فوكس تيف في ذهاب دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا. بنشكر توفيق شكرا جزيلا. هنروح لفاصل، بعد الفاصل هرجع هتكلم على ملف مهم جدا وهو بيتعلق ب مكان المباراة النهائية الوحيدة في دوري أبطال أفريقيا. احنا عارفين اللائحة اتغيرت من السنة اللي قبل اللي فاتت وهيبقى النهائي في ملعب محايد من المفترض يعني، لكن الكلام كله رايح ناحية المغرب فهتكلم معاكم في الجزئية دي، بس هنروح لفصل الأول وبعد الفصل نرجع نكمل. يلا بينا. طيب، هو موضوع أو جزئية مش في وقتها قوي لان الاهم بصراحه التركيز مع الفريق في مباراه اليوم او في الماتشين يعني مع وفاق ستيف سواء النهارده في ملعبنا او السبت الجاي باذن الله في الجزائر، لكن الاخبار اللي طالعه من الاتحاد الافريقي لكره القدم النهارده الصبح تحديدا كلها في اتجاه ايه؟ في اتجاه ان المباراه النهائيه هتكون على مركب محمد الخامس في المغرب، والوداد خلاص صعد، اعتبر كده الوداد صعد خلاص ما فيهاش يعني بيترو اتلتيكو عشان يكسبوا الوداد لازم مبدئيا كده يجيبوا 3-0 يصعدوا، 3-1 بقى ضربات جزاء وكلام من ده. فبالتالي الموضوع بقى محسوم يعني شبه محسوم لصالح الوداد، فالوداد في النهائي. واحنا عارفين يا جماعه ان المفروض الاتحاد الافريقي بيحدد الملعب بتاع المباراه النهائيه بشكل مبكر. وده ما بيحصلش، معرفش ليه في الاتحاد الافريقي معرفش، على عكس الاتحاد الاوروبي مثلا قبل اي بطوله بسنتين تقريبا. يقول لك يا جماعه النهائي بتاع بطوله موسم كذا 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 هتبقى في المدينه الفلانيه في الدوله الفلانيه. ده بيحصل في اوروبا، هنا في افريقيا للاسف في حاجات كتير قوي ما بتحصلش. فيجي يفضل ايه يسيب لك كده ياجل لك المباراه النهائيه وميعادها بالظبط، يقول لك او المكان بتاعها بالظبط، يقول لك ايه نمشي واحده واحده كده نشوف مين هيخرج مين هيطلع والكلام من ده. احنا دلوقتي في نص النهائي، فهل من المنطقي
ان انت تيجي كاتحاد افريقي تحدد الملعب، هو قرار بالمناسبه لسه مش رسمي بس بنسبه كبيره رايح في الاتجاه ده حتى الان، ان المباراه تبقى في النهائي، النهائي يبقى فين؟ في المغرب. فهل ده من المنطقي ان انت كاتحاد افريقي تيجي تحدد المباراه النهائيه لفريق هو خلاص شبه وصل للنهائي البطوله في ملعبه، يبقى في ملعبه؟ هل ده منطقي؟ لا طبعا مش منطقي. طب المفروض نعمل ايه؟ هو كل التمنيات بصراحه من الساده الافاضل المحترمين جدا جدا في الاتحاد المصري لكره القدم ان هم يبعتوا كده، ده دورهم دلوقتي، يبعتوا الاتحاد الافريقي يا جماعه احنا عايزين المباراه النهائيه في القاهره. ليه؟ عشان يبقى المغرب عايزين مباراه نهائيه عندهم واحنا عايزين مباراه نهائيه عندنا، فيجي يقول لك ايه نلعب الماتش النهائي في ارض محايده لان عندنا طلبين. وكان المفروض بصراحه الطلب ده يجي من الاتحاد المصري بشكل مبكر عن كده بصراحه. يعني هتقول لي اصل الاتحاد المصري كان بيهدف ان المباراه النهائيه بتاعه الكونفدراليه تبقى في القاهره، تمام، بس دلوقتي خلاص بقى لا مصري موجود في البطوله في الكونفدراليه ولا بيراميدز، الاثنين خرجوا. فبالتالي رجاء من المسؤولين المحترمين جدا في الاتحاد المصري لكره القدم ان هم يبعتوا ورقه او حتى يا سيدي مكالمه تليفون للاتحاد الافريقي، يا جماعه احنا عندنا الرغبه ان احنا نستضيف المباراه النهائيه بتاع دوري ابطال افريقيا في القاهره هنا. فبالتالي يبقى عندهم الطلبين يشوفوا بقى يحلوهم الاتحاد الافريقي لكره القدم. لكن كده بصراحه يعني في تحيز كبير جدا، في تحيز كبير جدا مع كامل الاحترام والتقدير للمغرب وشعبها وطبعا للوداد وكل الجماهير المغربيه يعني. فهنشوف ايه اللي هيحصل في الملف ده لاحقا يعني خلال الايام القليله المقبله. طيب خلينا نشوف موسيماني ومحمد الشناوي قالوا ايه في المؤتمر الصحفي اللي كان امبارح قبل مباراه اليوم، لان التصريحات اكيد مهمه جدا، ونرجع مره ثانيه. يلا We back to the big stage again of the Champions League. Big game against Satif. A team that has eliminated Teraji. Teraji is a strong team, we all know that. And that shows the kind of opponents that we're going to play against. رجعنا تاني بطولة افريقيا وهنلعب ماتش كبير قدام فريق كبير زي سطيف وفاق سطيف، وفاق سطيف فريق كبير طلع فرقة كبيرة زي الترجي في الدور السابق، فبيبين قد ايه مدى قوة الخصم اللي هيلعب قدامه بكرة. And they didn't eliminate Teraji only in Algiers, they eliminated Teraji in Tunis. It's not only we have to respect that. We back to the big stage again of the Champions League. Big game against Satif. A team that has eliminated Teraji. Teraji is a strong team, we all know that. And that shows the kind of opponents that we're going to play against. رجعنا تاني بطولة افريقيا وهنلعب ماتش كبير قدام فريق كبير زي سطيف وفاق سطيف، وفاق سطيف فريق كبير طلع فرقة كبيرة زي الترجي في الدور السابق، فبيبين قد ايه مدى قوة الخصم اللي هيلعب قدامه بكرة. And they didn't eliminate Teraji only in Algiers, they eliminated Teraji in Tunis. It's not only we have to respect that. أكيد طبعا الفترة اللي فاتت دي طبعا الجمهور والإشراد اللي على في الدوري المحلي طبعا على آخر ثلاث ماتشات، بس احنا طبعا كلاعيبة موجودة، لاعيبة كبار بتقعد مع اللعيبة، يعني اتحطينا في المواقف دي قبل كده وبنتكلم مع اللعيبة اللي موجودة. بالنسبة لنا البطولة اللي احنا بنلعب فيها ديت بطولة أفريقيا دي بالنسبة لنا بطولة كبيرة، واحنا وصلنا دلوقتي النصف النهائي. اللعيبة احنا قعدنا معاهم واتكلمنا معاهم، احنا بالنسبة لتاريخ النادي الأهلي كله بيبقوا عارفين أهمية المباريات اللي في نصف النهائي بتبقى عاملة ازاي. طبعا تصريحات مهمة في الحقيقة من موسيماني ومحمد الشناوي. موسيماني واضح جدا الاحترام الكبير من خلاله لفريق فاكس ستيف، وأكيد لازم يكون بيحترم هذا الفريق ويكون ملم جدا بقدراته ونقاط القوة والضعف فيه، لأن أنت خلاص في مرحلة ما فيهاش أي هزار، يعني دور نصف النهائي مهم أوي إن أنت تتأهل وتوصل لنهائي هذه البطولة. محمد الشناوي كمان تطرقه لجزئية
الجمهور وان الجمهور زعلان بسبب النتائج الاخيره في الدوري، وهنا برضو المسؤوليه اللي بيشعر بيها الشناوي ككابتن وقائد بمعنى الكلمه للفرقه، واتكلم على ان احنا قعدنا مع بعض كتير وده امر مطلوب، يعني قعدوا مع بعض حديث كتير عن الفتره الجايه وازاي ان احنا نغير الصوره اللي احنا ظهرنا عليها خلال الماتشات القليله السابقه ونرجع الفرقه القويه بتاعت الاول اللي قدرت ان هي تجيب دوري ابطال افريقيا مرتين ورا بعض وبطولات كتير جدا في الحقيقه بشكل مميز بنفس الجهاز ده بنفس اللعيبه دي، فان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره جدا جدا فيهم. طيب دي كانت تصريحاتهم قبل مباراة اليوم. النهاردة في الحقيقة كان في استقبال من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لسعادة السفير سفير مصر بالجزائر الدكتور مختار وريدة، والاستقبال ده كان في مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، وكان الكابتن محمود الخطيب رحب يعني بمعالي السفير واكد على الدور الكبير اللي بتقوم به الخارجيه المصريه على كل الاصعده ودعمها الكامل كمان للمنتخبات والفرق المصريه، وده امر يعني بنلمسه بشكل كبير جدا جدا، وكانت زياره مميزه ولقطات حضراتكم شايفينها دلوقتي، وكان في يعني اهداء او اهداء لشعار النادي الاهلي من كابتن محمود الخطيب لمعالي السفير، هو يعني جوانب تذكاريه مهمه جدا. كابتن محمود الخطيب كمان اشاد خلال الجلسه الوديه مع الدكتور مختار وريده بدور السفاره المصريه في الجزائر ودعمها للنادي الاهلي قبل مواجهه وفاق ستيف، وبيبقى في يعني تنسيق كبير جدا جدا قبل السفريه من بدري، وده اللي دايما متعود عليه النادي الاهلي مع اي سفاره او اي دوله هو رايحها عشان تكون الامور كلها مرتبه بالشكل الامثل قبل استقبال بعثه النادي الاهلي. كمان السفير المصري بالجزائر طبعا دكتور مختار وريده يعني اعرب عن سعادته باستقبال الكابتن محمود الخطيب مؤكدا على التعاون الكامل بين السفاره المصريه بالجزائر وكل الفرق والمنتخبات المصريه على راسها النادي الاهلي، متمنيا كل التوفيق للنادي في مشواره الافريقي. طيب دي كانت لقطات من هذه الزياره. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم في بعض الأخبار اللي بتتعلق بالأهلي، استنونا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. خلينا نشوف إيه اللي اتقال عن النادي الأهلي في السوشيال ميديا وتحديدا عن مباراة اليوم قبل انطلاقها والمفترض هتنطلق في تمام الساعة 9 على استاد الأهلي والسلام. كورة بلس اتكلموا ان ايمن اشرف في الدفاع وثلاثي هجومي بقياده شريف، هنا بيتوقعوا تشكيل النادي الاهلي لمباراه اليوم، ومن خلال توقعهم قالوا ايه؟ قالوا ان محمد الشناوي في حراس المرمى، خط الدفاع محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، وعلي معلول كاربعه في خط الدفاع، وفي نص الملعب كل من علي ديانج وحمدي فتحي في ظل غياب عمرو السوليه، وفي الامام قفشه واحمد عبد القادر بيرسي تاو ومحمد شريف. ده توقع كوره بلس. لسه هناخد توقع حضراتكم في الفقره الاخيره من حلقه النهارده كمان. يلا كوره وحسابهم على تويتر او حسابهم على فيسبوك تحديدا قالوا ان تشكيل الاهلي متوقع مواجهه وفاق ستيف في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، هيكون محمد الشناوي، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، علي معلول، محمد هاني، حمدي فتحي، اليو جانجو، قفشه، عبد القادر، حسين الشحات، وشريف او بيرسي تاو. الاثنين في الحقيقه يعني الفتره الاخيره مش في قمه مستواهم، لكن ان شاء الله عندنا امال كبيره جدا وثقه كبيره فيهم ان هم يقدروا ان هم يعدوا المرحله الصعبه عليهم دي. الوطن الرياضي وحسابهم على فيسبوك قالوا تاريخ مواجهات الاهلي وفاق ستيف قبل صدام نصف نهائي دوري الابطال، قالوا ان الفرقتين لعبوا بعض خمس مرات، الاهلي الاهلي فاز في مرتين وفاق ستيف فازوا في مرتين، والتعادل كان حاضر في مباراه وحيده، وفاق ستيف حصد لقب السوبر افريقي في 2015 على حساب الاهلي بركلات الترجيح، لو نفتكر السوبر ده بعد لما كان كابتن عماد متعب طبعا احد ابرز نجوم النادي الاهلي على مدار تاريخه، كان جاب هدف في اللحظات الاخيره، المباراه كانت بتتلعب في الجزائر، كنا احنا واخدين الكونفدراليه ساعتها، كنا ابطال الكونفدراليه وهم ابطال دوري ابطال افريقيا، لكن للاسف ما وفقناش في ضربات الجزاء الترجيحيه. طيب اليوم السابع حسام على فيسبوك بيقولوا مقارنه بالارقام بين الاهلي وفاق ستيف في مشوار دوري الابطال. الارقام بتقول ايه؟ عدد المباريات للفرقتين طبعا في البطوله 8. عدد الاهداف، الاهلي احرز 10 اهداف في المقابل وفاق ستيف احرزوا 7 اهداف. عدد التسديدات على المرمى، الاهلي 38 وفاق ستيف 26. التمريرات، الاهلي 4214 تمريره وفاق ستيف 2946 تمريره. التمريرات الصحيحه كانت بنسبه 82% للنادي الاهلي 75% لفاق ستيف،
والفوز في الالتحامات كان بنسبة 59% للنادي الأهلي، في المقابل النسبة أعلى عند فوق ستيف 65%، وده إن دل يدل على القوة البدنية واللياقة البدنية المميزة عند هذا الفريق، وأكيد بيدل برضه أنهم ممكن يكون طريقة لعبهم دفاعية شوية فالتحامات كتير في الجانب ده، فده اللي معلي النسبة عندهم شوية. الشباك كانت نظيفة عندهم أكتر، 4 مباريات في مقابل إحنا كان مباريتين فقط لا غير. كلها بتبقى إحصائيات لكن مش يعني مش مؤشر ما يعني. خلينا نروح لسبورت 360 وحسابهم على تويتر، وليد سليمان بيعرف طريق شباك وفاق ستيف أكتر من مرة. الراجل قدر إن هو يسجل ذهابا وإيابا أمام الفريق الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018، البطولة اللي إحنا مفقناش فيها وخسرنا قدام الترجي في النهائي، لكن كانت بطولة وليد سليمان في الحقيقة كان عمل بطولة مميزة قوي قوي قوي، وقدر إن هو يحرز هدفين في وفاق ستيف، مباراة هنا في استاد الأهلي والسلام ساعتها، أو استاد السلام بس ساعتها، ومباراة كانت في الجزائر خلصت 2-1 لوفاق ستيف، لكن تأهلنا بمجموع المباراتين للمباراة النهائية. طيب هنروح لفاصل، بعد الفاصل لسه عندنا بعض الأخبار الأخرى على الصعيد المحلي والعالمي هنتكلم فيهم. استنونا. طيب للأسف الوقت مش سعفنا قوي ان احنا نتكلم على بعض الأخبار المحلية والعالمية، لكن خلينا بالتحديد ناخد الأهم، وهو تفاعل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة اليوم، وبيتعلق بتوقعاتكم نتيجة الأهلي ومين كمان يحرز الأهداف في مباراة الفريق أمام وفاق ستيف النهارده في ذهاب دوري ابطال او دور نصف نهائي من دوري ابطال افريقيا. مصطفى طاهر قال 3-0 للاهلي تبقى نتيجه بصراحه ممتازه، ومصطفى ان شاء الله الفريق يكون موفق. عمر كمان قال ان شاء الله 2-0 للاهلي، النتيجه طبعا برده كويسه جدا مش وحشه نتمنى. ماجد ابو المجد قال بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله 3-0 ماشي الاهداف، الهدف الاولاني ان شاء الله محمد شريف، والهدف الثاني احمد عبد القادر، والهدف الثالث علي معلول من ضربه جزاء. اخراج الاهداف ماشي ونسي ماشي النقطه يعني. اوكي نتمنى برضو. احمد ناصف قال ان شاء الله 2-0 للاهلي، شريف وقفشه ايا كان مين يجيب الاهداف ان شاء الله نكون احنا موفقين يعني. كريم احمد اكيد مش زميلنا المراسل يعني، لكن هو احد جماهير النادي الاهلي، قال باذن الله 3-0 للاهلي، الشحات وعبد القادر وياسر ابراهيم، ويعني في حاله من حالات التفاؤل الكبيره الواضحه عند جماهير النادي الاهلي قبل مباراه اليوم. ان شاء الله نكون موفقين، وان شاء الله باذن الله الفريق يقدر ان هو يحسن الصوره اللي ظهر عليها خلال الفتره اللي فاتت، صوره تطمن جماهير النادي الاهلي في مرحله حاسمه زي دي، صوره تدينا اريحيه بشكل او باخر قبل مباراه الاياب من خلال نتيجه تكون مميزه باذن الله تعالى. برضو تاني حتى لو النتيجه مش هي احسن حاجه لكن لسه في مباراه اياب، بنشتغل كويس وبنقفل على نفسنا وبنركز بشكل كبير جدا، وان شاء الله باذن الله الاهلي في مجموع المباراتين وده الاهم يكون الناتج انك توصل للمباراه النهائيه، وساعتها بقى لكل حدث حديث، وهنتكلم بشكل مفصل عن المباراه النهائيه، وهنتطرق كمان لموضوع الملعب بتاع المباراه النهائيه وكلام من ده، لكن كان ده سابق الاوان شويه. ان شاء الله التوفيق كله يكون حليف فرقتنا النهارده، وباذن الله يفرحونا من خلال انتصار مبدئي على فريق وفاق ستيف في دور نصف نهائي من دوري ابطال افريقيا. كل التوفيق والدعوات للنادي الاهلي في تواجد كمان جماهير عظيمه جدا لجماهير النادي الاهلي من خلال درجات استاد الاهلي والسلام. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقه جديده ان شاء الله من نفس البرنامج بكره باذن الله تعالى، نكون كسبانين ونتكلم مع بعض ونحلل مع بعض ونتكلم في كل الامور تتعلق بالفريق قبل مباراه الاياب باذن الله. الى اللقاء.